نفس المباراة اللي فاتت، ويمكن يعني المباراة اللي فاتت كانت أفضل كمان كده. هو يعني يمكن عملنا شوية أخطاء في الأول، أول الشوط هو ده اللي أثر شوية. في البداية كانت بتاعتنا مش كويسة، لكن يعني صيدنا الماتش زي ما توقعنا. الإرسال بتاعنا موجه وقوي، والبلوك والكونتر اتاك بتاعنا على طول، يعني ما فيش. الف مبروك يا كابتن. كابتن حسام عندك كتير تقوله، وانا شايف كمان كاتب حاجات كتير، اتفضل يا كابتن. اه طبعا، يعني اهم من الفوز الحمد لله الاداء الكويس جدا، الاداء الجميل اللي اللعيبه قامت بيه. ما اقدرش اقول مين نجم الماتش، لا الفرقه كلها بصراحه نجوم. يمكن حتى لما نزل حسام يوسف ما حسيناش ان في تغيير بين حسام وعبد الله، لما نزل الحسيني ما حسيناش ان في تغيير برده بين الحسيني واحمد سعيد. كل الناس اللي شاركت في الماتش يعني بسم الله ما شاء الله يعني هايلين جدا. نقدر نقول الفرقه كلها واقفه على رجليها، حاجه كويسه، حاجه مشرفه للنادي. الاداء جميل جدا، بقول مبروك للجهاز الفني، بقول مبروك للعيبه، الحمد لله الاداء فعلا مطمن. طيب. لبتوع العرب.